طفل شجاع يساعد الشرطة في القبض على امرأة مطلوبة في ولاية كنتاكي الأمريكية. أعرب مكتب الشريف في ولاية كنتاكي عن امتنانه لطفل شجاع صادق ساعدهم في إلقاء القبض على هاربة مطلوبة بتهم تتعلق بالمخدرات وجنايات أخرى. وفي منشور عبر فيسبوك قال مكتب الشريف في مقاطعة وايلي إن عناصرا من الشرطة توجهوا إلى أحد المنازل لتنفيذ مذكرة اعتقال، وأثناء تواجدهم داخل المنزل لم يكشف أحد من البالغين الموجودين عن مكان المرأة المطلوبة. بعد ذلك وقف طفل صغير كان يزور العائلة في المنزل وقال: من الجيد أن نكون صادقين، لا ينبغي أن نكذب. ثم أخبر الضابط أن المرأة المطلوبة متواجدة في الغرفة المجاورة للحمام. وقد ألقي القبض على المرأة البالغة من العمر 45 عاماً بتهم حيازة الميثاميفيتامين وجنايات أخرى تتعلق بالمخدرات. كما صرح الضابط بأن الطفل كان يزور المنزل ولا يوجد خطر على حياته في الوقت الحالي، وقال مكتب الشريف: لقد كان بصحة جيدة وهو ذكي للغاية ولم يبدي أي أنه تعرض للأذى، لكن كان في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ. شكرا لمتابعتكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.